ان شاء الله. دكتور هاشم بحري ده بلديه رئيس قسم الطب النفسي، بس طبعا يعني انا لم ارقى لهذا ابدا في يوم من الايام كطبيب بجامعه الازهر. مساء الخير. اهلا بيك يا استاذ عزت. اهلا بيك. وهيكون معانا كمان مش دكتوره رغداء، بس هنقول رغداء للاستسهال مش كده؟ تمام. سعيد خبيره البادي لانجويج، والبادي لانجويج زي ما قلت لحضراتكم من شويه هو لغه الجسم، وده حاجه احنا بنهتم بيها كممثلين قوي 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 زي ما حضراتكم شفتوا من المثال اللي اديته لكم في اول الحلقات. وهنتكلم عن البادي لانجويج والتحليل النفسي للمرشحين للرئاسه. مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير على حضراتكم ومنورنا. وهبدا يعني عاده المفروض ذوقيا ابدا بليدز فيرست، بس انا لانه قرايب استاذه ده بالصدفه والله استاذه رغده يعني هاخرها شويه لان هي هتتكلم بشكل تفصيلي عن موضوع البادي لانجوج. لكن يهمني هنا اسال دكتور هاشم بحري، هو انا لازم مهم يعني احنا بنشوف مثلا الانتخابات الامريكيه الانتخابات الفرنسيه الحملات الانتخابيه بيبقى علاقه المرشح بمدير الحمله شكله لبسه قعدته توجهه، لانه هو عارف انه اللي هينتخبه قاعد باصص عليه كويس قوي. فحضرتك كلمني بالنسبه انا كمشاهد عربي ومصري طبعا ازاي ابص على المرشح واتعرف عليه ازاي، يعني الحاله النفسيه بتاعته مهمه بالنسبه لي فعلا ولا لا؟ هو احنا بنحكم على اي انسان من خلال شخصيته. الشخصية هي مجموعة السلوكيات، هو بيعمل ايه في حياته. انا شخصيتي بتختلف عن شخصيتك، عن شخصية عزة، عن شخصية رغدة، نتيجة انا تربيت فين، درست في انهي مدرسة، في انهي جامعة، متجوز ولا لا، شكل اولادي، علاقتي باصدقائي، كل دي اسمها شخصية، زائد بقى خبراتي في مجالي سواء كانت طبية سياسية او غيرها او في الاعلام مثلا. بالتالي لما بشوف حد بتكلم معاه بقول ايه الراجل ده او الست دي شخصيتها والباك جراوند بتاعها بينم على اللي هي بتعمله او المحصله، زي الايزو 1 2 3 يبقى المنتج بتاعي كويس كويس. فانا محتاج اعرف مكونات شخصيه الانسان ده علشان اعرف هو هيوصل لي شكله ايه. جزء منه بقى زي ما حضرتك كنت بتكلمي ان مدير الاعمال بيقول له تلبس وتعمل، اللي هو جزء البادي لانجوج ده جزء مهم جدا من تركيبه الشخصيه. لكن هي باكج على بعضه، التاريخ زائد المواقف زائد هو اداؤه ايه في الحياه زائد علمه زائد بيعبر ازاي عن نفسه، بيتقبل ازاي الصدمات، كل دي حاجات بتهمني. لانه هو الرئيس هيجي في وقت هيتعامل مع ازمات، هو الازمات اللي هو هيتعامل معاها دي هي هيبقى فاهم فيها ولا ما بيفهمش فيها بسلاسة وعقلانية، ولا هيكون موقفه ايه. فانا محتاج ان انا اعرف واحد، الواحد ده هو يعرف يتصرف في الازمات، انسان رشيد يعني عاقل. على فكرة الكلام ده مهم جدا جدا يا بيه، ده كلام مهم جدا، الكلام اللي بيتكلم عليه ده حقيقي يعني. وكان يجب انه يكون في سيستم ان احنا نخلي كل واحد فيهم يمر بالاختبار ده. هو اوريدي اللي هيحصل ان هم هيمروا باشكال كده، لا بس مش هيمر مع طبيب نفسي، هيمر مع طبيب نفسي يا فندم. والله هو اللي بيعملوه بره انه التصفيه دي هي فيها جزء من التصفيه النفسيه، لان بيعرضوه لمواقف صعبه جدا ولو اتكشف فيها يبقى لا يصلح. لكن اللي مهم جدا بره انه بيتعمل ده دوريا بعد ما ياخد منصب الرئاسه، كل سنه في فحص حقيقي بيتم إذا كان الإنسان ده مؤهل إنه يستمر في هذا المنصب ولا عايز علاج ولا يسيبه أحسن. مش كده؟ خد بالك كمان يا دكتور لازم. المناظرات اللي بتحصل طبعاً عزت ده مهم جدا، الديبيتس دي بتبين للمتلقي أو طبعاً. اللي هينتخب بيشوف أيوه. مدى الثقافة، هيصبر على الهجوم ولا لا، هيقدر يتحايل حوالين الإحترام الآخر والقدرة والوعي وكل الحاجات دي. صحيح. ده كله مهم قوي قوي طيب. قوي. إيه رأيكم ننقل الدفة سريعا؟ لأن أنا نفسي جدا المشاهدين يستفيدوا فعلا من الفقرة دي. اتفضل يا عز. في إيه؟ عايز تبدأ أول حاجة؟ اتخضيت يعني أنا افتكرت يعني اتفضل رشح نفسك. طيب أنا هسأل حضرتك سؤال مهم جدا من ناحية اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي هو جسم. احنا عندنا دلوقتي بنتكلم
على شفيق مع هذه الألقاب بسطويسي مرسي صباحي، كلهم في أعمار مش قريبة من بعض يعني. صباحي أصغر واحد وشفيق أكبر واحد مش كده؟ لا متهيألي مرسي، مرسي أصغر متهيألي، مرسي أصغر متهيألي، مش متأكد طبعا، لكن متأكد يعني شفيق بسطويسي ممكن يكون صباحي، شفيق أكبر واحد يليه طبعا بسطويسي صبحي. إحنا بنقول الألقاب أو الاسم بالجد للاختصار في الكلام الكتير. بالرغم من دكتور شفيق، دكتور أستاذ شفيق أو الفريق شفيق يعني مش صغير مش شاب، لكنه ممشوق القوام، واقف صح، بياخد باله كويس جدا. احنا بنشوف الصور عشان برضو فاهمة ازاي؟ استاذة رغدة إيه انا مش هتكلم بقى حضرتك. هو مبدئيا سريعا كده عشان المشاهدين، البادي لانجوج بيمثل توصيل الرسالة بنسبة 93%. 93؟ يعني الكلام اللي بنقوله ده 7%، الايماءات والحركات الراس ونبرة الصوت وحركات الايد كل ده 93%، 38% الصوت و55%. انا هستأذنك وحضرتك بتتكلمي لان احنا بنشوف الصور، وبعد ما هتخلصي خالص هنسمع تعقيب دكتور هاشم بحري اللي هيقول لنا من الناحيه النفسيه. من ناحيه البادي لانجوج اتفضلي، هو دلوقتي موجود في احدى الندوات اعتقد اللي هو فيها حملته، او هنتكلم عن الملبس المشهور بيه البلوفر. ده الفريق احمد شفيق. يمكن بلوفر ده برضو من الحاجات اللي مدياله الكاريزما شويه، لان هو واصل يعني الكاجوال اللي هو ستايل، بيتكلم كلام انجليزي في النص. ده في فئه معينه بيعجبها هذا الاسلوب، اللبس، القعده، قاعد دايما هتلاقوا ثقته بنفسه، واقف بيتكلم كتفه مفرود، هو طيار، هتلاقي مشيته كانه طاير يعني، طيار وعسكري يعني. فطبعا يعني العسكريه مدياله، هو يمثل هيئه الواثق من نفسه، هيئه الواثق من نفسه، هيئه الواثق من نفسه. انا بركز على هيئه. وليه بتقولي هيئه؟ هيئه لان في ثقه بالنفس بيبقى يتبعها ثبات انفعالي في الكلام، مهارات استماع، مهارات حوار. هو من النوع اللي بيتعصب بسرعه ودايما قاعد منحني لقدام شويه، فهو كده شخصيه دفاعيه. يبقى اذا اولا هو عنده هيئه الواثق من نفسه، وبعدين دي اول نقطه. نمره اتنين، نمره اتنين ميل قدام، عشان كده شخصيه دفاعيه. ودفاعيه بقى في دفاعيه اللي هو يستنى الهجوم وبعدين يتكلم او يدافع، في شخصيه دفاعيه بالكونتر اتاك. طب ده انا كنت فاكر ان احنا مثلا لما بنيجي نمثل وعايز حد هاجم حد هقول له انت بتقول لي كده ليه؟ كونتر اتاك يعني دفاع بالهجوم. هو ده الكونتر اتاك يعني. انا خير وسيله للدفاع هي الهجوم. فهو قاعد كده في شويه تحفظ، اللي هو انا قاعد كده، فمثلا هيجي واحد اول ما يجي السؤال برنامج حضرتك ايه، فبقى انا جاهز ان انا ابقى فيها تحفظ. وخصوصا ان هم ليتلي او مؤخرا في الحوارات بتاعته كان في محاولات لاستفزازه في الاسئله، فظهرت بسهوله جدا. لو انا واثق من نفسي قوي بقى كده، ابقى ازاي؟ هو بيبتدي الحوارات بتاعته كده. انا نستاذن شريف لو يفضل طول ما احنا بنتكلم على الفريق احمد شفيق نفضل نشوف صوره على الشاشه من اول القعده، وهو بيقعد كده، ده مرفوع لفوق اللي بيتكلم كده، كل الكلام بيبقى مفتوح. طب هنا دكتور رغده هو مثلا موجود في وسط الناس وبيسلم هو تحس ان هو قريب للناس جدا، من حته ان هو ايه، بيبسط كل شيء. لو تلاحظوا او يعني لما تسمعوه نبره صوته بتبقى يعني، مثلا لو انا بتكلم بصوت عالي هتحس ان اللي معايا بداوا يتكلموا بصوت عالي ويبتدوا يعني يتعصبوا او يهايبروا. لو انا بتكلم بقول ايه، بشويش، بالراحه، عادي. حضرتك بالظبط، حضرتك عايزه استعماله للايد. ايوه بيبتدي ينزل لتحت، يحاول ياخدكم للهدوء مش للعصبيه. مهما كان الموضوع او الحوار بتاعه او المصائب اللي في البلد، شهداء، مصائب، اي حاجه، هتلاقي ايه، عادي، بتحصل في كل حته. تون الصوت بينخفض عشان يبسط الامور ويحاول يوصل لك الهدوء ده، وده اللي ممكن يبقى عامل له الكاريزما. دي سيديهات دي لسات الفريق، وحضرتك كنت عايزه تعقبي عليها. الايد اللي دايما لجوه كده، ده اعتداد بالنفس، اللي هي الايد الحركه اللي هو ان هو واثق من نفسه. واثق من نفسه، الاصابع بتشير للداخل. طب هنا بيستمع، هنا بيستمع والدقن مرفوعه شويه، دي برضو هيئه الثقه بالنفس. حضرتك مصره دايما على كلمه هيئه الثقة بالنفس، لان هيبقى في مرشحين تانيين. اتفضل. هنا دي لما بيستغرب بيبقى في حتت عفويه بيستغرب فيها، لدرجه ان هو ما بيعملش الثبات الانفعالي. لما بيجي يسمع الحاجه
ممكن يستغرب يقول ايه ايه المشهوره بيها دي، ان هي بيستغرب. فممكن حد عنده ثبات انفعالي بيبقى ثابت بيسمع السؤال ممكن يستغرب. بالظبط، دايما الرقبه مرفوعه والدقن مرفوعه بثقه. يمكن دي موجوده طبعا في مرشحين اخرين لما نيجي نتكلم عنهم، الدقن دي ثقه بالنفس، ثقه بالنفس. بس طيب هتلاقي العصبيه بتتغير. ناخد ملخص اللواء الفريق احمد شفيق. فريق احمد شفيق اخر صورتين اهم علشان نبقى هنا، كان في القاهره اليوم كان لقاؤه مع عمرو. بالظبط، ده لما بيتعصب على طول بيتعصب بسرعه، فبيطلع جسمه لقدام منحني اهو لقدام، وباين ان الوضع هجومي. الوضع هجومي، البادي بوزيشن بتاعه قدام واضح. هل هنا انه مثلا عمرو ساله سؤال فالسؤال استفاده، ودي ثاني ايديه لجوه زي ما ودي الايد اللي لجوه تاني هتلاقوها في كذا صوره. ايده اللي لجوه دي دايما عنده ثقه في نفسه. لا مش ثقه بنفسه، انا بشاور، صوابعي بتشاور عليا انا. فدايما معظم العسكريين كده على فكره، معظمهم هتلاقوا مشهورين، حتى اشهر واحد هتلر. هتلاقيه ايديه عامله كده لجوه، وما بيتكلم بيتكلم كده. دي كده تملي بالسنار. بادي لانجوج اللواء احمد شفيق بتقول ايه؟ هيئه الثقه في النفس. هيئه الثقه بالنفس، العصبيه السريعه او سريع ان هو يستفز، شخصيه دفاعيه بس بالهجوم او بالكونتر اتاك، كاريزمته في اسلوب لبسه واسلوب التون الواطي بتاع صوته، لما بيرتبك بتلاقيه ابتدي يشغل نفسه باي حاجه عشان يفتت طاقته وما يتعصبش. ما بيقدرش لما يتعصب او يستفز يبص دايركت في العينين اللي قدامه، دايما هتلاقيه بيرتب الورق، بيعدل القلم وبيتكلم كده، وهيحاول يبسط كل شيء مهما كان السؤال اللي بيتساله. هتلاقي صوته بينزل لتحت عشان يوصل. هل عشان كده ايام الثوره لما سالوه الناس والتحرير فقال لك دول ولادي واجيب لهم بونبوني وكده؟ ده جزء من ده. هو ده. طيب دكتور هاشم احمد، هو كمان كان في حته في البادي لانجوج لطيفه، ان هو كان هو بيكلم عمرو عامل كده. التعريضه دي هجوم. لما يجي واحد يقول لك انت فارد صدرك، ايوه هو قاعد كده، دي جزء من الفرده بتاعته يعني. هو لو مسكنا الشخصيه بقى اللي هو بنتكلم عليها، منطقيه جدا مع تاريخ حياته ان هو ضابط وقيادي ولكنه تابع لقائد يسمع كلامه. الشعب والإعلام بالنسبة له سلطة، فبالتالي بينزل ليهم تحت عشان يسمع الكلام، ويبقى هو باين عليه إن هو هادي ومسيطر على الموقف. لكن من الكلام اللي هو بيعمله لما نيجي نتبع، إن هو كان نفسه بيتكلم أنا في الطيران المدني عملت 1 2 3، أنا لما بدي أمر لازم يتنفذ وأعمل كذا. فيبدو جيدا إن هو مش بتاع شغل جماعي، ده راجل سولو بيلعب سولو طول الوقت، يعني مش في تيم وورك. لا ده مش بتاع تيم وورك. عشان كده لما تيجي تتكلميه على انجازاته يبقى واثق من نفسه عليه هو، طول ما هو قدامك كده، طول ما هو بيتكلم على نفسه، طول ما هو اللي قدامي ما بيهددنيش او ما بيضغطش عليا انا راسي براسه. والكلام هادي وجميل ويحب يوديك في الحته بتاعته. يعني هل هو ما بيثقش حضرتك غير في نفسه؟ طبعا او في اللي تحته ما دام بيدورهم هو بيشغلهم. طيب لكن مع ايوه اتفضل انا اسف، لكن مع العظيم مع اللي اعلى منه يقلق ويرتبك ويبقى بيرسم القوه اللي كان بيعملها وهو مع اللي قده او اللي اصغر. طب كويس، لو رئيس جمهوريه هيبقى مش هيقبل ان حد يضغط عليه. هو مش عيب. لا السؤال انا كنت عايز اسأله لحضرتك، هل هو كما يبدو دمث الاخلاق؟ هو مسيطر على نفسه جدا، ولما بيحس ان هو الضغط عليه بينسحب. بس واضح ان هو بينسحب الى معيار واحد، يعني هنا انا الضغط عليا انا برجع لغايه لما احس بالتهديد الخطير اروح مطلع خرابيش بجد. بقى يعني هو ما عندوش وسط، انت بيستنى لغايه الاخر خالص لغايه ما يبقى ضهره الحيط وخلاص وبعد كده يخربش. عايز استعمل جمله سمعتها من السيد عمرو موسى وهو يقول انه رئيس جمهوريه مصر العربيه لابد ان يكون رجل دوله. ايوه دي جمله عمرو موسى. كيف ترى ده على احمد شفيق؟ ما هو ده رجل الدوله. لما نيجي النهارده هنتكلم على الاستاذ عمرو موسى، لا احنا كده بعد كده على طول على يكون ده بقى مهم قوي في كده. اللي هو انا اقصد شكله تكوينته ده رجل دوله. لا طرادويس. لا 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 طبعا حمدين صباح. لا ترى ده رجل دوله خالص. لا طبعا شفيق كطبيب نفسي لا ترى رجل دوله. طيب هننقل على المرشح الثاني.